تعطيني مصطلحات حلبية ما أنا معروفة. مثل إيش بعرفت يعني؟ كهنة يعني هذا هو. اعطيني كلمة مصطلح أنت قاعد أنت وعائلتك بالبيت. خيو بروح بقى حاج. شو يعني؟ بروح أخذ اجلس. أبو سكنة. شو يعني مجأجة؟ مجأجة؟ مجأجة يعني معبى مي. شو يعني الجدبة؟ جدبة يعني بالعامية تطلق على كلمة يعني لا يتصرف بالتوقيت الزمني الصحيح ولا بالمكان الصحيح، يعني تصرفاته بتكون عشوائية. على مثلا لزقات، تمام، هي لزقت باللور، فالموديل الجديد اسمها مشطوفة، لزقة مشطوفة، تمام؟ أيوة. فعندنا مصطلح حلبي بالشطف انه هو عسل المرأة وقت بتحوس البيت، صح؟ أيوة. أبو سكنة. قولي لي مصطلحات حلبية، كلمات حلبية نحن ما منعرفها. بعد منهم. يلا. بعد منهم تصطفيل. أبوس روحك، هاي كلمة الحلبية دائما بيقولوها. إذا بدك تحبي حدا شو بتقولي له؟ حدا ايش دايله خلي لي عينك الله يرضى عليك، هيك يعني بدي احبه فيك حاج خلي لي عينك. ابو سكنة خلي لقلبك روحي.